موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قصة كفاح المصريين من أجل سيناء هي ملحمة بطولة وفداء وجلد وتضحية وإصرار لا يلين على حفظ حقوق هذا الوطن العظيم وعدم التفريط في شبر واحد منه، وهو منهج طالما شكل الأسس الراسخة للوطنية المصرية والمحددات الرئيسية للأمن القومي. وقال الرئيس السيسي في كلمة له بمناسبة الاحتفال بالذكرى 42 لتحرير سيناء: إن سيناء التي تحررت بالحرب والدبلوماسية ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها، ورمزا خالدا على صلابة الشعب المصري في دحر المعتدين والغزاة على مر العصور. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث إليكم اليوم في ذكرى يوم من أيام مصر المجيدة، الذكرى 42 لتحرير سيناء الحبيبة، تلك البقعة الغالية من أرض مصر المقدسة التي طالما كانت موضعا للاستهداف والعدوان، وطالما نجح شعب مصر العظيم وفي طليعته القوات المسلحة الباسلة في حمايتها وصونها والحفاظ عليها جزءا لا يتجزأ من تراب مصر الطاهر. شعب مصر الكريم، إن قصة كفاح المصريين من أجل سيناء هي ملحمة بطولة وفداء وجلد وتضحية وإصرار لا يلين على حفظ حقوق هذا الوطن العظيم وعدم التفريط في شبر واحد منه، وهو منهج طالما شكل الأسس الراسخة للوطنية المصرية والمحددات الرئيسية للأمن القومي. إن سيناء التي تحررت بالحرب والدبلوماسية ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها، ورمزا خالدا على صلابة الشعب المصري في دحر المعتدين والغزاة على مر العصور. وعلى مدار السنوات الماضية تعرضت مصر لاختبار جديد استهدف سيناء، وخضنا حربا شرسة ضد قوى الإرهاب والشر التي ظنت واهمة أن بمقدور عملياتها الإرهابية إضعاف عزيمتنا، ولكن تحتم الشر على حصون الخير والشرف، وقدم الشعب شهداء أبرار من أبنائه الكرام في القوات المسلحة والشرطة المدنية ليدفعوا بدمائهم الغالية ثمن حماية سيناء بل ومصر كلها من الإرهاب والتطرف. كذلك فإن التطورات التي شهدها الإقليم خلال الشهور الماضية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والموقف المصري الواضح منذ اللحظة الأولى الرافض تماما لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن مصر القومي، وكذلك موقفنا الثابت بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة. كل هذه تشكل الثوابت الراسخة التي تحرص مصر على العمل في إطارها بهدف أسمى، وهو إرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة لصالح جميع شعوبها. وكما كانت الحرب من أجل تحرير سيناء واجبا وطنيا مقدسا، وكذلك كانت الحرب من أجل تطهيرها من الإرهاب، فإن تنمية سيناء وتعميرها هو واجب وطني مقدس أيضا. واليوم تشهد سيناء جهودا غير مسبوقة
لتحقيق التنمية الشاملة في الصحة والتعليم والبنية الأساسية وجميع مقومات العمران والصناعة والزراعة في إطار مشروع قومي ضخم يستحق أن يقدم المصريون التضحيات اللازمة من أجل تنفيذه حماية وصونا لأمن وسلامة الوطن كله. شعب مصر العظيم، لا يوجد في الختام ما هو أشرف من تقديم التحية والاحترام لمن كانت تضحياتهم سببا في بقاء وسمود هذا الوطن، وكانت دماؤهم الزكية نهرا ارتوت منه رمال سيناء حتى تم تحريرها ثم تطهيرها من الإرهاب. تحية إعزاز وتقدير لشهداء مصر الأبرار ذوي الكرم والفداء وأصحاب المروءة والبطولة ورمز الكرامة والتضحية. كل عام وأنتم بخير، ومصر في أمان ورفعة وتقدم، ودائما وأبدا وبالله العظيم تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين بعيد تحرير سيناء. وقالت السيدة انتصار السيسي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنه في مثل هذا اليوم عادت رايات مصر خفاقة فوق كل شبر من سيناء، تحية واجبة لكل من ضحى ولكل من خاض أشرف المعارك كي يستعيد الوطن عزته وهيبته. شهد الفريق كامل الوزير وزير النقل توقيع عقد بين شركة دوميات أليانس لمحطات الحاويات التي تضم تحالف هاباغ لويد ويورغت ألمانيا وكونتشيب إيطاليا، وهو التحالف المشغل لمحطة الحاويات تحيا مصر واحد بميناء دوميات وشركة رواد الهندسة الحديثة بشأن تنفيذ أعمال البنية الفوقية لمشروع محطة الحاويات تحيا مصر واحد بميناء دوميات، والتي تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الأساسية لها بنسبة 100%. وتصل طاقة المحطة الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 مترا وعمق 18 مترا. أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه تم استرداد وإزالة التعديات عن مساحة 9587 مترا مربعا أراض متعدى عليها بمدينة السويس الجديدة، مؤكدا الحرص على إزالة جميع أشكال التعديات واسترداد الأراضي المتعدى عليها أو التي لم يتم إثبات الجدية بشأن تخصيصها أو المخالفة لاشتراطات التخصيص. وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم شن حملات أسفرت عن إزالة مخالفات بناء بمدن الشروق والشيخ زايد وبني سويف الجديدة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. تتوجه بعثة نادي الزمالك اليوم إلى غانا استعدادا لمواجهة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، والتي تجمع الفريقين الأحد المقبل بملعب بابايارا في مدينة كوماسي الغانية. ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الأول في غانا غدا على أن يخوض التدريب الأساسي على ملعب المباراة السبت.